رئاسة الجمهورية سيد عمر، أنت قلت أن الاتفاق داخل البيت الشيعي لابد أن يكون، يعني لا يوجد هناك اتفاق في البيت الشيعي. عدم الاتفاق هو متعلق بطبيعة الحكومة، حكومة أغلبية، حكومة توافقية، وجود السيد المالكي فيها، عدم وجود السيد المالكي في هذا الاتفاق أو التوافق في البيت الشيعي. ولكن أتحدث حصرا عن منصب رئاسة الجمهورية. البيت الشيعي كيف ينظر لهذا المنصب؟ هو مع من؟ احكي لي اياها بصراحة، أنتم في الإطار مع من؟ يعني عزيزي خلينا نكون واضحين، اليوم هناك اتفاق كان مع السيد الصدر مع البرزاني، لكن عندما خرج السيد الصدر بتغريدة وقال أنا يعني رفع إيده من هوشار زيباري، والمحكمة الاتحادية يعني أخرجت السيد زيباري من الترشيح، بالتالي اليوم السيد البرزاني ليس لديه مرشح قوي ينافس السيد برهم صالح. اليوم باعتقادي اليوم السيد برهم صالح لديه يعني حظوظ بين الأطراف السياسية، وهذا استحقاق حتى نسميها بالتسميات للسليمانية أو جماعة السيد الطلباني، لكن اليوم هناك يعني هذا يعني من المتعارف عليه، لكن السيد البرزاني يريد أن تكون رئاسة الجمهورية له. هذا جانب. الجانب الآخر عزيزي، هناك المحكمة الاتحادية أو يعني باعتقادي سوف يكون هناك قرار بمسألة إعطاء وقت للترشيح وما شابه ذلك، لكن من قبل البرلمان العراقي، لكن اليوم باعتقادي هذا القرار ليس قانونيا أو يعني وسوف تحدده المحكمة الاتحادية بمسألة إعطاء فرصة وإعطاء مساحة ووقت للترشيح. والآن جنابك تعرف يعني نعيش بفراغ دستوري، لابد أن يكون رئيس الجمهورية بعد 3 أيام من اختيار رئيس البرلمان يرشح أو يعين رئيس الجمهورية، لكن صار لنا تقريبا 20 يوم أو أكثر أو شهر، يعني ما أعرف الوقت بالتحديد، لكن نحتاج إلى قرار حاسم.